منذ أن تأسس قسم اضطرابات التخاطب بمستشفى الملك حمائل الجامعي في يونيو عام 2013، وهو يعمل على الوقاية وتقييم وتشخيص وعلاج جميع اضطرابات التخاطب عند الأطفال والبالغين بمختلف قدراتهم ومختلف أعمارهم من خلال تطبيق برنامجين، أحدهما وقائي والآخر علاجي. اضطرابات التخاطب تنقسم إلى 3 أشياء: اضطرابات في اللغة، اضطرابات في الكلام، اضطرابات في الصوت. بفضل الله سبحانه وتعالى في خلال السنوات الست الماضية تم تقديم 22500 جلسة علاجية. أكثر الاضطرابات شيوعاً عندنا في القسم هي التأخر نمو اللغة عند الأطفال. تأخر نمو اللغة عند الأطفال إذا لم يتم علاجه بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى صعوبات في التعلم وصعوبة وتعثر في التحصيل الدراسي. فإن الكشف المبكر والتدخل المبكر يلعبان دورا هاما في الوقاية من هذه الاضطرابات والحد من أثارها السلبية. فإنني أنصح أي ولي أمر أو أي فرد يكون لديه اضطرابات في التخاطب التوجه مباشرة واللجوء إلى المختصين والعمل بمشورتهم.